مباراة تجمع فريقين من أفضل الفرق المشاركة في هذه البطولة. مباراة هي السابعة على مستوى الدور ثم النهائي. ننتظر اليوم سادس المتاهلين من المباراة السابعة لأننا في المباراة الخامسة. الآن لكن تغطية دفاعية في منتصف الملعب، محاولة الآن طويلة، هذه كرة، هذه خطرة، هذه خطرة للأحلام، للأحلام، الله! من أول الكرة وفي بداية اللقاء الأحلام يريدون تحقيق أحلامهم. التفوق لصالح الفرقة أبا فرقة الأحلام. الله 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 الله، بداية والبداية، بداية والبداية. فرقة الأحلام جاءت هنا لتحقق الأحلام. التفوق لصالح الفرقة التي تقدم مع بداية المباراة. وصلت معاده الجديد في منتصف الملعب للزمالك. فنوا لعب هندسه، هذه كره ملعوبه طويله خطيره لكن عند حارس الهدف لصالح الزمالك بخطا من حارس المرمى القاتل. هدف التعديل ياتي في هذه اللحظات. الله 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 الله، ينجح في تعديل النتيجة. هدف لهدف إذن بعد كرة أرضية وخطأ من حارس المرمى في الخروج. مباشرة استغل المهاجم وينجح في الركن 17. خطأ خطير، ننتظر ونشاهد، نتابع ونراقب. خطأ لأبناء بحرة للزمالك، أرضية خطيرة راسية. الله 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 الله، بالماضية راسية. الأول الذي ننتظر بحول الله ان يكون الدور الثاني مختلف مثير ورائع وجميل. وكرة ملعوبة للزمالك، عرضية والكرة وصلت للزمالك، تسديدة ضعيفة ضعيفة وصلت سهلة. الأحلام الآن خطأ خطير للأحلام، أكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء. كرة عرضية راسية، الكرة وصلت بعيدة لركلة مرمى. هنا أيها الأحبة الكرام، حكم المباراة يطلق صافية مائية لنهاية شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. استراحة قصيرة ونعودكم بحول الله تعالى. عودة لشوط المباراة الثانية أيها الأحبة الكرام، بعد أن تركنا شوط المباراة الأول ينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. شوط المباراة الثاني نتمنى أن يكون مثيرا ورائعا وقويا، وأن نشهد فيه كل المتعة والأهداف. وبحول الله المباراة الأولى. وقبل أن نبدأ في سرد تشكيلة الفريقين والدخول والفوز في أجواء اللقاء، هنا كرة ملعوبة أرضية. هيا بداية، هيا بداية، هيا بداية للأحلام. الهدف الثاني الأحلام ينجحون مبكرا قبل ذكر التشكيلة، قبل أي شيء. لابد أن يذكرون، لابد أن يطولون، لابد أن يسجلون. الهدف الثاني، هدف ثاني في هذه اللحظات لصالح فريق الأحلام عن طريق من؟ عن طريق ماهر. كرة ملعوبة طويلة الآن، محاولة، يا سلام، هذه خطرة، هذه خطرة للأحلام، عرضية لكنها وصلت عند حارس المرمى حسن نور. لقطة ماضية خطيرة لصالح فريق الأحلام، وصلت الآن طويلة، كرة راسية للزمالك، 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 للفن، للهندسة، تمريرة خطيرة نزلت ومحاولة التعادل ياتي لصالح فريق الزمالك. نادر عياش، نادر عياش، الله يا نادر، الله الهمسة واللمزة، الله التمريرة، الله الكرة، الله الهدف. الهدف الثاني ياتي في هذه اللحظات
الله 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 انا بقول لك ان الشوط الثاني سيكون مغاير ومختلف، وهو الفريقين يمثلان على ما قلته ثنائيه لصالح الزمالك في هذه اللحظات. نادر عياش، نادر عياش يبي خطر عند ماهر لكن تاتي دفاعيه بشكل رائع، وصلت من جديد في منتصف الملعب لصالح فريق الاحلام او لصالح فريق الزمالك. الكره من لمبه طويله خطيره راسيه، والكره وصلت الى ركله مرمى لصالح فريق الاحلام. كره من عمران لصالح الزمالك، ملعوبه طويله تسديده وصلت عند حارس مرمى فريق الكابتن احمد، قطعت كرته. عاطف من جديد يا ابناء زمالك بحرة، ملعوبه طويله خطيره. ماذا هناك؟ حكم المباراه يقول لا شيء، رجع بيزال قائم بين الفريقين بهدفين لاثنين. حكم المباراه في هذه اللحظات يعود الى الفار ليشاهد اللقطة، هل يصادق على قراره؟ حكم المباراة هنا يعود و محمد محمد علاوي ننتظر ان نشاهد ضربة جزاء وكرة والهدف الثالث لصالح فريق زمالك بحرة عن طريق اللاعب محمد موسى. الزمالك الان ياخذ سمام المبادرة وهو من ينجح في التقدم في هذه اللحظات. هذا الثالث لابناء الزمالك ضربة جزاء. إذن الزمالك ينجح في التسجيل. الأحلام شيل اللاعب اللي قدام، خطر الأحلام، كرة ملعوبة طويلة عرضية راسية وكرة وصلت سليمة عند حارس المرمى حسن نور. حضات أقرب للوصول للدور ربع النهائي ومرافقة الفرق المتأهلة. تعاون الخضرة وهذه كرة خطرة خطرة خطرة. الهدف الرابع، أربعة 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 للزمالك وعلى رباعية عن طريق زياد محمد. الله 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 الله، الزمالك في الشوط الثاني يقدم أداء وعد فني كبير. الزمالك الهدف الرابع في هذه الحلقة. نعم كما نقول أن الزمالك كرة ملعوبة لصالح فريق الزمالك، هذه كرة عند مالك، مالك يحاول الآن، كرة ملعوبة، يا سلام على المرور. الله 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 الزمالك. كرة ملعوبة لصالح الزمالك، هذه كرة للزمالك، يا سلام يا سلام يا سلام. الله لا 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 لا، وكرة يا الله يا الله على اللعب المافيا او صالح نور. صالح نور الان، صالح يلعب كرة طويلة البحر الراسية لم تأتي الراسية، وصلت عند نادر تركها عند عمار المعبدي يلعب كرة. يا الله اللعبة المافيا. تعال اطلع يا عبد النور، اطلع شو اسمه يحيى حسن. ومعها ايها الاحبة الكرام حكم المباراة يطلق صافيته معلنا نهاية اللقاء بفوز زمالك بحرة في رباعية مقابل هدفين على فريق الأحلام. ألف مبروك للزمالك، عرضة في فريق الأحلام.